الزمالك يعود للانتصارات وبيعيل على جمهوره بالتلاتة وبيفوز على انبي في مباراة مميزة جدا 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 للزمالك، وقدر كابتن يديرها كويس ولعيبة الزمالك كانت على ما يرام. النهارده الزمالك في تاني ايام العيد بيقدم معزوفة قدام انبي وبيكسب بالتلاتة، عشان كده جينا حلقة النهارده عشان نتكلم في كل حاجة عن مباراة الزمالك وانبي. استلم الحلقة دي وصلتلك انزل اعمل لايك ويوصل حلقة لعدد من الناس، ولو ما رشيت ننزل من الاشتراك في القناة على الجرس علشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطيني رقم واحد في القصيم. الزمالك النهاردة بدأ بنفس تشكيل مباراة الاهلي، بس في شوية تغييرات على العناصر. بدأ النهاردة مثلا ب حازم امام وعبد الشافي بدل فتوح وحمد المسلوسي، بدا مثلا باوباما كلاعب نمره 10 بدل شيكابالا، وبدا بالجزيري بدل اوباما كمهاجم وحيد. بس ال 4-3-3 ال 4-4 ال 4-2-3-1 بدا بنفس الشكل الرسمي التكتيكي اللي بيبدا بيه كل الزمالك كل المباريات. والزمالك كمان اللي فاتت مباراه النهارده واللي ما اداش فرصه لامبي اللي هو يدافع من اول دقيقه مباراه هو الجول المبكر، فاول دقيقتين اول 3 دقائق بكوره 1-2-1-3 ما بين زيزو ما بين سيف الجزيري وما بين اوباما، وهو بيروح يحط الكوره والجون الاول للزمالك. اوباما اللاعب اللي بيخليك في مباراه تسب وتلعن، وفي نفس المباراه يخليك تقول الله يا ابن اللعيبه. النهارده اوباما ادانا معزوف في اول مباراه بالله يا ابن اللعيبه بكوره 1-2 ما بينه وبين الجزيري، بياخد الكوره ويعدي من ابراهيم القاضي وبيخش يحط الجون الاول للزمالك. بعد الجون الاول للزمالك انا كنت متوقع ان الزمالك هيتراجع نوعا ما شويه، ولكن ده ما شفتوش. الزمالك لا، الزمالك فضل ماشي على نفس المنوال، نفس الاداء، نفس الشكل، الضغط العالي اللي بيحاول يسجل الهدف الثاني عشان يريح نفسه. والزمالك كنا بنشوفه النهارده ما بيحاولش يخترق من العمق بس، لا كان بيحاول يخترق من العمق ومن الاطراف. شوف الزمالك كتير جدا من الاطراف بيحاول يلعب على العرضيات، والعرضيات ان يلعب من ناحيه اليمين عند زيزو عرضيات ويدخل بن شرقي كمهاجم ثاني جنب سيف الجزيري، وسيف الجزيري كان النهارده بيشتغل كمحطه اكتر من انه مهاجم صريح. كنا بنشوف سيف الجزيري بياخد الكرات الطويله بينزلها على الارض، بيلعب اللعب اللي بالوش، بيلعب لعب الاطراف، وكانت حاجه مميزه. ما كناش بنشوف كتير الزمالك بيحاول يخترق من العمق او بيصمم ان هو يخترق من منطقه واحده، بسبب دوت بيخلي الزمالك شكله كويس النهارده في ارض الملعب وبيحاول يوصل لمرمى انبي كتير. وكمان بعديها بشويه، بعديها بربع ساعه مثلا، الزمالك قدر يسجل الهدف الثاني على طول على انبي، بس قبليها كان في ضربه جزاء لانبي قدر يعدل بيها النتيجه. ضربه جزاء بخطا كالعاده قربنا خلاص نتعود عليه من محمود علاء، بيعمل ضربه جزاء ساذجه جدا جدا جدا. الكوره بعيده عن اللاعب، واللاعب بعيد عن الكوره، ومش مشترك في الكوره، وبعيد كل البعد عن الكوره، ليه تمسك اللاعب وتقع بيه وتنام عليه يخلي الحكم يرجع للفار ويرجع يحسب ضربه جزاء لامبي؟ ورامي صبري بيخش يحط الكوره، وكانت قريبه من عواد، بس رامي صبري قدر يحطها كهدف التعادل لامبي. ولكن بعد كده بن شرقي قدر يسجل الهدف الثاني، ولكن الهدف الثاني تقريبا نفس الهدف الاول، وتقريبا نفس الاجوان الاهلي سجلها في امبي لما كان الاهلي بيلعب امبي، وهي الزاويه الضيقه بتاعت محمود جاد. محمود جاد مش عارف ايه الفكره ان الزاويه الضيقه عنده ضعيفه. شفنا الجول الاول الزمالك من الزاويه الضيقه، وشفنا الجول الثاني الزاويه الضيقه برضه، واحده من اليمين واحده من الشمال. بن شرقي النهارده الكره بلعب عرضيه بيحط فك الجول الثاني للزمالك، و2-1 للزمالك. واللي عايز اتكلم عليه شويه هو زيزو. زيزو بنشوفه في الاونه الاخيره العرضيات بتاعته، سواء عرضيات من كور متحركه او عرضيات من كور ثابته، كويسه جدا جدا جدا، وبتبقى على راس اللاعب اللي بيلعبها له بالظبط، سواء المدافع او المهاجم، تبقى على راسه بالملي. النهارده جبنا زيزو عمل كذا عرضيه، عرضيه الجون الثاني للزمالك بتاع بن شرقي عرضيه من زيزو، والجون الثالث كمان عرضيه من زيزو بجون مميز ليه، محمود علاء طلع اداله بفاول، محمود علاء طلع حط الجون والجون الثالث للزمالك. بعد الجون الثالث كما المتوقع من كارتيرون ان الزمالك بيخرج الشوط الاول 3-1 الشوط الثاني الزمالك بيخش، وكالعاده كارتيرون ادى المباراه او خلى انبي نوعا ما تاخد ثقه، ادالهم الكوره، رجع تحت الكوره، ابتدى يقفل الملعب، ابتدى خلاص انا هطلع 3-1 مش عايز اكتر من كده، وعرفت اجيب جون هناك مرتدى خير وبركه، ما عرفتش اجيب جون خلاص انا كده تمام، ورجع كل لعيبه تحت الكوره، وابتدى يعمل تغييرات في الملعب بقى يريح بعض اللاعبين. اي نعم في لاعبين خرجوا الاصابه ولاعبين ما خرجوش الاصابه، زي مثلا اللعيبه اللي ما خرجتش الاصابه زيزو خرج ونزل بداله اسلام جابر،
سيف الدين الجزيري خرج ونزل بداله حميد احداد، حميد احداد نزل ولكن خرج تاني بعديها بعد اصابه، والاصابه اللي كانت التشخيص المبدئي للاصابه بتاعته اللي هي التواء في انكل القدم، والحمد لله ما كانش فيها كسر ولا حاجه لان الوقعه كانت فعلا تخض، لكن خرج باصابه في الكاحل. وبعديها خرج محمد علاء باصابه في الضمه واصابه ربنا يشفيه كل حاجه، بس اتمنى محمد علاء خلاص ما ياخدش فرصه الايام الجايه. غلط غلطات كتير جدا، كل ماتش ديربي يغلط غلطه ساذجه، النهارده بيغلط غلطه قدام انبي كان ممكن تخليك تعادل المباراه او ممكن تخسر المباراه. اتمنى المباراه الجايه محمود علي يريح شويه على الدكه، محمد عبد الغني هو اللي ياخد، وبعد كده التالي كارتون يعمل تجارب بقى، خرج ساسي ونزل رؤى، وخرج بعد احمد عبد الله نزل اسامه فيصل، وابتدى يعمل تغييرات اللي هو تجارب للعيبه وتجارب للفريق بتاع الزمالك. مباراه ما فيهاش كلام كتير، يعني مباراه ما فيهاش تكتيك كتير غير شوية نقط الزمالك كان بيلعب عليها، زي مثلا العرضيات اللي اخترق من العمق، ما عرفش يخترق من العمق خلاص نبتدي نطلع اطراف تاني. بنشوف النهارده عبد الشافي، عبد الشافي باك شمال تاريخي بصراحة، من افضل باكات الشمال جت في تاريخ مصر. عبد الشافي تغطية عكسية مميز جدا، بيغطي في المساحة اللي في ظهره كويس جدا، عكس فتوح عكس عبد الله جمعة. فتوح بنشوف التغطية العكسية بتاعته سيئة، حتى ما بيعرفش يغطي وراه المساحة بتاعته ما بيعرفش يغطيها. ففتوح مش سيء، بس يعني جيد، بس هو لاعب كويس مش اكتر، هو لاعب سوبر اللي يشيل باكش يعني يشيل جبهة الشمال للزمالك، ولا لاعب تحت المستوى اللي هو ما يلعبش في الزمالك، لا ممكن يكون بديل كويس روتيشن كويس تلعبه في الايام اللي جاية. حازم امام افضل بكتير جدا طبعا من مسلوسي، مسلوسي من اللعيبه المحترفين الغريبه اللي جت الزمالك، ما تمناش المصري ياخد فرصه جايه. لو عايز تدي لاعب فرصه بدل حازم امام ادي احمد عيد، لكن المثلوسي لا، المثلوسي ما تدوش فرصه جايه. الزمالك النهارده كان شكله كويس، يعيد على اللاعبين وعيد على الزمالك وعيد على جمهوره وبيقول لهم خدوا العيديه بثلاثه ضد انبي في مباراه مميزه جدا 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 للزمالك، مباراه قدر الزمالك يخرج باب بره الامان ويقدر يكسب ويخرج بالثلاثه بونت. المباراه اللي جايه اتمنى الزمالك يعمل زي مباراه انبي، يخلص على طول، يخلص بسرعه، ما نفضلش قاعدين لاخر المباراه على الحروق كل هو يا لهوي ممكن نخسر ممكن نكسب. ما اتمناش ده، اتمنى ان احنا المباراه اللي جايه نفضل دايسين، نفضل نكسب نكسب نكسب، لان الاهلي لما بيرجع من افريقيا يبقى محطوط عليه ضغط، ما بقاش جاي مستريح، لا محطوط عليه ضغط ان الزمالك فوق كسبان وانت عاوز تلحق عشان تتصدر على الزمالك. الزمالك النهارده قدم مباراه كويسه، مبروك لكل جماهير الزمالك، مبروك العيديه بتاعت العيد. اتمنى لكل حاجه عجبتكم، لو الاخر تكرر اي شخص في المباراه ما فيهاش كلام كتير على الزمالك وام بي، مباراه كده بسيطه عيد، مباراه خفيفه في العيد. فلو قول لي رايك انت في الكومنتس، انا رايي في المباراه، قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعاتك الايام الجايه للزمالك، ولو عجبتك تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان بكره في حلقه تقيله جدا عن مباراه الاهلي وصن داونز، فاعمل اشتراك في الجرس عشان تجيلك انت اول واحد، وتابع على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك، تويتر، كما كنت في الحلقه الجايه. سلام، وكل سنه وانتم طيبين.